الحمد لله اليوم كانت واحد العزيمه واحد جديه في الاداء اللي شفناها في الماتش الاول ديال الارجنتين. رجعات الروح القتاليه ديال اللاعبين على القميص ديال المنتخب الوطني في المقابله الثالثه، وكيف الشغل الحمد لله اليوم ربحنا نتيجه اداء. هو الحمد لله اول حاجه اليوم احنا دزنا بروميير، علاش؟ لانه في المواجهات المباشره مع الارجنتين حنايا ربحناهم، وبالتالي غادي يكون اللقاء ديالنا غالبا مع امريكان. انا تفرجت في المقابلات ديال امريكان، ماشي المنتخب اللي هو صعيب اننا نربحوه، يعني انا كنتوقع ان ان شاء الله نصف نهائي، عاد ديك الساعه غتلاقى مع شي منتخب اللي غيكون صعيب. رحيمي انا هذا اللاعب يعني انا تبعته من ايام نجم الشباب، كنا كنتفرجوا فيه في ليطوال، يعني بدا من الزيرو ومشى الحمد لله بواحد الخدمه، يعني بالخدمه بحال السيد ديال كريستيانو. رحيمي ما عندوش الموهبه ولكن عنده الخدمه، يعني تخيل معايا هو اللاعب الوحيد في البطوله اللي كان يقدر يلعب في الدوري الانجليزي، وبالتالي نتمنى انه تكون عنده واحد الاحترافيه، وتا فريق الرجاء يستفد منهم واحد 5 ولا 10 مليار في ظل الازمه اللي كيعيش الفريق. نتمنى انه ديو عليه يكون هو المنقذ ديال الرجاء. تعالوا كان باين حتى من شفنا ماتش الارجنتين بينوا الحنكه ديال المنتخب المغربي انه منتخب قوي. بعد الاصابات اللي كانت وقعت بعض اللاعبين في مباراه اوكرانيا، هذا ماشي مانع مزيان من الدرس، اللهم يكونوا بحال هكا في الاقصائيه الثلاثيه، اما ولا يمشيو حتى للدور الثمون وتخساو، فهمتي؟ خداو درس والدرس استفدوا منه. الترجم الى ثلاث الاهداف اللي تماركوا اليوم مزيان، تبارك الله، انتصار مهم وترفعت المعنويه ديال اللعابه، وكنتمنى لهم التوفيق في الدور المقبل ان شاء الله. ودابا غادي يدخل في شنو نقول لك في الاسطوره. دابا كيبني في الاسطوره ديالو. باش كيبني خدا كاس اول او هداف كاس اسيا، كاس اسيا بين المنتخب المغربي شويه المنتخب الاول على الاولمبيه، كتشوفها تبارك الله عنده الاهداف بحال الزريعه، ماشي ومازال يعطي، باقي يعطي تبارك الله، وعنده مستقبل كبير في المنتخب، خصو غير الدفعه. دابا كاين السكيتي تبارك الله تورا عطى معنويات كبيره في المنتخب، كيلعب ماتش كامل، ما كيلعبش دوزاميطا ولا بروميطا، كيلعب ماتش كامل مزيان، هذه معنويات كبيره للاعب، كيكون يلاه صاعد وكيبين في المنتخب مزيان. رحيم كيبني في الاسطوره ديالو ان شاء الله، وما لا كاس افريقيا العام الجاي يكون نديو ان شاء الله، ويكون هو الهداف ان شاء الله. اكيد بان المقابله لا تعرف القسمه بين فريقين، يعني كان الفريق هو اللي غادي يتاهل للدور 16. الفريق الوطني ادى ما عليه في مقابله اللي كانت مقابله صعيبه، خرجنا من واحد المقابله اللي كنا نهزمنا فيها، اكيد كانت المعنويات ديال الفريق كانت شويه هابطه، ولكن الكوتشينغ ديالنا اللي هو سكيتيوي اكيد عرف كيفاش يوظف اللعابه ويطلع لهم المورال باش يدير واحد المقابله اللي كانت مقابله كبيره اكيد مع واحد الفريق. حنا كانت في الالعاب الاولمبيه كان دائما العقده ديالنا هو الفريق العراقي، يعني الا رجعنا للالعاب الاولمبيه وحتى العاب البحر الابيض المتوسط فالفريق العراقي فهو دائما كنلقاو مع صعوبه، ولكن اليوم الفريق الوطني ادى بشكل رائع مقابله في المستوى نتيجه واداء. سفيان الرحيمي كما كنعرفوا انا كنعرفوا يعني واحد المده تقريبا دابا ديال واحد 7 سنوات ولا 8 سنوات، اول مره شفتو كان كيلعب في الهوات يعني مع فريق نجم الشباب، اكيد اللاعب اللي خدم على راسه بزاف، اكيد بان ان شاء الله المستقبل ديالو غيكون واعد. ما يعاب على الرحيمي هو بانه مشى لواحد الدوري اللي هو دوري ديال الخليج، فالامكانيات ديال هذا اللاعب هي تفوق دوريات الخليج، فاكيد لاعب بهذا المستوى وبهذا اللياقه وبهذا الفكر اللي هو فكر ثقافي اكيد خصو بعد الدوريات الاوروبيه. ونتمنى بان الرحيمي حبذا لو مشي للدوري الانجليزي، فرحيمي هو مستقبل واعد للكره الوطنيه، هداف كما قلت هداف تاريخي في الالعاب الاولمبيه، وغيعطي الاكل ديالو ان شاء الله في كاس العالم ان شاء الله. فاحنا دائما الجماهير المغربيه كانت تعاتب السرقراقي على رحيمي، اكيد بان المكان ديالو كان في كاس افريقيا اكيد كان غادي يدير واحد المقابله كبيره.